مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. بس الجوع هيك وحابب تأكل أكل زاكي، طبعا بتفكر بالأكل السلتة المقلقل الحنيذ الكبدة، وهذا طبعا وين بوديك؟ على الأكل اليمني. اليوم بدنا نيجي هون، احنا في مطعم فتح جديد في أوتوا، يمكن أول مطعم يمني في أوتوا، اسمه بخاري. هنعمل عليه ريفيو، هلا حورجيكم شو الاكل اللي جوا، خليكم معنا. جابونا شوربة، مش طالبينها احنا، جابونا يا هدية، خلينا نجربها. عمي طلبنا سلتة، اجت السلتة معها الحلبة طبعا. ما بعرف السلتة هاي اكلة يمنية بامتياز. هذا تشيكن برياني، تشيكن، نشوف التشيكن في زي ما فهمنا، نص دجاجة كاملة. طبعا اللي بدك تدوقه دجاجة، طب هلوث هنا على الصواب، بس الرز زاكر. جانا طبق المندي طبعا، يعني هذا أهم طبق تأكله في اليمن. اللحمة أول إشي بدك تطلع عليها، صراحة طلع يا شباب، طلعوا إشي خيالي. المندي 5 ستارز. إجا اللي بعده حنيذ يا جماعة، حنيذ، فاهمين شو معنى حنيذ في كندا؟ يعني طلع اللحمة كيف، يا إلهي، طلع هيك، طلع كيف يا عيني. بس خلينا نجرب. طبعا هذه كلها الشغلات، اللحم، الرز، هذا إشي زيادة جاي. يعني أهل اليمن مشهورين بشغلة في الأكل، بدون لحمة بتشعر بطعمة اللحم فيها. ما في الشغلات اللي بيضحكوا عليها هاي في بلاد تانية. اللحمة فعلا طعم اللحمة. الجيل اللي بعده طبعا، احنا قاعدين في محل اسمه بخاري، فشبنا ناكل لحمة بخاري. طبعا طلبنا لام بخاري، للأسف ما عندهم، فجابونا طلبنا دجاج بخاري. نجرب طبعا البخاري، الأكل البخاري شغلتين، الرز لازم يكون مبخر ومدخن، والدجاج أو اللحمة لازم تكون. صراحة مش بخاري، بس زاكي، بس مش بخاري. خليك هات اللي بعده. طبعا جنرالي الأكل يا جماعة زاكي. أكتر إشي حبيته لحم الحنيذ والمندي. صراحة الرز المندي زاكي كتير، باقي الرز يعني المدخن هذا البخاري شوي ما بعرف، يمكن مثل ما توقعته، بس لحمة المندي صراحة يعني جديدة جدا. All the best لهم، recommendation كله هاي، والحنيذ أزكى لحمة. سلام. خلاص.
استخدامها مسك يا جماعة، والمسك في مطعم يمني هو الشاي العدني. شاي العدني هذا صلح كل اللي قبله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل